أبطالي يا أهلا. في أماكن مهجورة حول العالم محدش بيدخلها من سنين بتحصل ظواهر غريبة ومرعبة، عدد كبير منكم بيشوف إن دي مجرد خرافات وما بيقتنعش بيها، والحقيقة أنا معاكم ومع الكومنتات اللي أحيانا بشوفها تحت إن الكلام ده كله خرافات وإن هو ما بيحصلش فعلا في أرض الواقع، وده لأن الحاجات اللي بنشوفها في القناة دي فعلا حرفيا مستحيل إن هي تتصدق من شدة ما هي مرعبة وخطيرة. ولكن حلقة النهاردة مختلفة، فهنشوف كل حاجة بالإثبات والدليل، والحلقة هتكون موثقة بالفيديو وفعلا حلقة مرعبة. ولكن الأول يا أبطال، الأبطال الجدد عارفين هيعملوا إيه؟ هيشتركوا دلوقتي في القناة ويفعلوا الجرس، اختاروا الكل عشان يوصل لهم إشعار بأي حلقة جديدة بعملها. لو حبوا النوع ده من المحتوى، بيحبوا القصص والمغامرات المرعبة، أما الأبطال القدام اللي عندي في القناة فأكيد هيكسروا دلوقتي زرار اللايك، اكتبوا كلمة سر مرة في ظهر الجيش من الأبطال، شيروا المقطع على قد ما تقدر، خدوا من اللينك أو السهم اللي تحت، شيروا عند صديق ليك وعرفوا على قناة الأبطال عشان جيشنا يكبر أكتر وأكتر. ومبروك علينا، بقينا 111,000 بطل، خلاص داخلين على 120,000، بعدها هنخش على 200 عشان نوصل لحلم المليون إن شاء الله في آخر السنة. ويلا بينا، خلونا نبدأ المقطع. مارو مارو وانت فين؟ مارو مارو انت اختفيت؟ مارو مارو وانت جيت؟ مارو مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كأني نهاية المسلسل. عرض القفا هو مستك مارو موسى يعني مستة، منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. مكان مرعب يشبه الغابات المرعبة، المكان ده محدش دخله من أكتر من 50 سنة، وده لأن كل السكان اللي كانوا عليه اختفوا بشكل غامض جدا ومرعب، وكأن الأرض انشقت وبلعتهم. دلوقتي هنخش لمغامرة جوه المكان، المكان فعلا أشبه بفيلم رعب حقيقي. This old pit is probably a collapsed old outbuilding. We need to go down here, so this is where I take out the slender cam. This looks like a house. It's not like finding a dungeon underneath your home. But still, in the field across the way, it's a pretty neat find. A boot. Pretty large, actually. And this is curious. It's an old shackle of some sort. Got a chain and shackles at the end. That's definitely something that you would put around somebody's wrist. That's an old leather strap with a buckle on it, and then a chain. It looks like something you'd find in a dungeon. Very strange. Let's take a look at what their last meal was. The stew has sort of coagulated with the rust of the bottom of the. فلوجر أو مستكشف دخل لبيت مهجور واكتشف بداخله شيء مرعب جدا. خلونا نشوف إيه هو الشيء المرعب ده. في منزل قديم مهجور كان بيسكنه واحد الجن اللي دمه خفيف شوية، لما حد كان بيطلب منه ان هو يصرخ او يصدر اي اصوات كان بيعمل رد فعل مضحك ودمه خفيف، ولكن دم خفيف من اللي يحبس الانفاس. تعالوا نشوف لما طلب منه احد المغامرين ان هو يصوت كان ايه رد فعله. Oh my god. Oh. Oh, please, Robert. Okay. You gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go, 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 go. Help! Help! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? No! Get off! Get off! What? Dude, John.
You hear that? Fuck. Oh my god. Oh shit. Who is it? Who is it? في أثناء الحرب العالمية الثانية اكتشفوا أن الألمان كانوا بيبنوا أنفاق تحت الأرض. الأنفاق دي كانت ضيقة جدا والجنود كانوا بيقعدوا فيها لأيام وساعات طويلة. ولما دخل أحد الأشخاص للنفق لاحظ شيء مرعب جدا. بغض النظر عن المخلوق المرعب اللي ظهر في الفيديو، انتوا متخيلين ان الجنود الالمان كانوا بيقعدوا في النفق المرعب ده لايام طويله بدون اي نور، واحيانا كان في ناس بتموت جوه من شده الجوع. النفق فعلا مرعب. من اصعب الطرق اللي ممكن تمشيها في حياتك الطريق اللي بتمشيه وانت مش عارف نهايته فين، وده اللي عمله مجموعه من الشباب لما ورطوا نفسهم في الدخول لنفق قطار مظلم. النفق ملهوش بداية من نهاية، ولما دخلوا جوه القطار جه أثناء سيرهم. فهل القطار هيكون آخر حاجة هيشوفوها في حياتهم؟ تعالوا نشوف الفيديو. I thought I heard something. Where's the door? Where's the door? We're probably barely halfway. What if a train started coming right now? Less than 1 minute later, his question is answered. It's a train! I'm gonna get on the side! في نفق ضيق جدا قرر مستكشف روسي ان هو يخش للنفق ده هو ومجموعه من اصدقائه ويكتشف ايه اللي موجود فيه. النفق حرفيا مرعب، ولكن الارعب ان الشخص ده مجرد ما دخل النفق اختفى كل اصدقائه على الفور، وعاش الراجل ده لحظات مرعبه جدا مع مجموعه من الظواهر المرعبه. فهل هيقدر ينجو بحياته ويخرج من النفق، ولا دي هتكون اخر مغامره في حياته؟ تعالوا نشوف.
блядь, с дыркой. Ой, блядь, какая хуйня там. Ой, блядь, я так испугался, ребята. Смотрите. Мне кажется, ребята, пошли не сюда. Здесь вообще тупик. Ой, блядь! Что, это камень? Да хули я так боюсь? Видите эту херню? Сейчас вам ее покажу. Что с камерой? Как будто моторчик в камере завелся и начал ходить туда-сюда. А теперь в такую же гору надо подниматься. Ох, ребят! Все. Да ну подождите, ребята. Что за бред? Блять. Что за х? Что за х? Ребята. Меня все вытащили из рюкзака. وبعيدا عن معاناة الشخص ده جوه النفق إلى أنه في النهاية قدر يخرج بدون أصدقائه، ولكن من الواضح كده أن هو ما كانش لوحده جوه النفق. وبس دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى أن المقطع يكون عجبكم واستمتعتم بيه. لو عجبك المقطع وبتحب السلسلة دي فاديها لايك عشان أعرف لو حابين أعمل منها جزء تاني، هعمل جزء تاني وتالت ورابع زي ما الأبطال تحب، لأن أنا هنا في القناة دي بعمل اللي تطلبوه واللي تحبوه. ولو لسه مش متابعيني على الانستجرام فهناك بطلع لايفات وبتكلم وبحكي معاكم وبنكون أقرب من بعض. هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن وكمان لينك البيج بتاعتي على الفيسبوك. روحوا اعملوا لايك لأن هناك مفيش أي حد من الأبطال، فأتمنى أن جيش الأبطال يوريني قوته هناك في الفيسبوك. أنا عارف إن معظمكم بيكون موجود هناك. متنسوش تشاروا المقطع ده في كل مكان من السهم اللي تحت. لو لسه ما اشتركتش في القناة فاشترك في القناة وفعل الجرس. كان معاكم أخوكم عمار محمد اللي دايما بيحبكم، واشوفكم على خير في مقطع جديد. سلام يا أبطال.